السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد. هنبتدي درسين إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم سولدوركس. درس النهاردة تمرين رقم 44 من سلسلة 200 تمرين على البرنامج. هنفتح البرنامج وأقول له نيو بارت وأقول له أوكي، وهبدأ أرسم في الفرونت بلان سكتش. هرسم لاين من هنا كده رأسي، وبعد كده أفقي، رأسي أفقي بالمنظر ده كده. هبدأ أقول له سمارت دايمنشن الطول ده كده هيبقى 50 40 زائد 40 80 و 120 100، ده كده 100. المسافة دي كده 70، جميل. التوتال اللي فوق ده خالص 130 بالمنظر ده. المسافة دي 50، وأقول له فيتشر اكسترود في الميد بلان على 20، او في البلاين ده عادي على 20، واقول له صح تمام. هعمل فلت فلت هنا كده على راديوس 40، واقول له صح. وهاجي هنا هعمل فلت فول راوند فلت للسطح ده، وبعد كده ده، وبعد كده ده بالمنظر ده كده. هعمل فلت هنا على راديوس 25، واقول له صح. تحت مفيش فلت تاني كده خلاص. هبدأ اعمل بقى دوائر بتاعتي. هعمل دايرة هنا الاول، دايرة قطرها 40، واقول له اكسترود على كام؟ 25 مللي، واقول له صح. هعمل سكتش هنا، هعمل دايرة هنا كده ودايرة هنا، هقول له من كتر الدايرة الكبيرة دي 50 والتانية دي قطرها 30، وأقول له اكسترو كات ثرو اول بوث، وأقول له صح. هعمل سكتش هنا، هعمل ريكتانجل كده من هنا لهنا، وأقول له سمارت دايمنشن إن المسافة دي كده 10، والمسافة دي كمان 10، وهقول له اكسترود على 50، واقول له صح. واعمل فلت الريديس بتاعه 20 هنا وهنا، واقول له صح. هعمل سكتش هنا، هعمل سلوت سنتر السلوت هنا والسنتر التاني هنا. الراديوس السلوت ده 7.5، وهقول له اكسترود كات. دي كده الرسمة معايا. هبدأ اقول له ماتريال كليك يمين عليها وخليها كبر، او خليها مثلا براس، و بلين وايت ايفالويت ماس بروبرتيز هلاقي الكتلة 1511 جرام تقريبا. يبقى ده كده كان الدرس بتاع النهاردة. لو حد عنده أي سؤال أو استفسار يقدر يبعت لنا صفحتنا على الفيسبوك ليرن سولدوركس أرابيك، وأرقام تليفوناته والإيميل موجودين أسفل الشاشة. دروس جاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.